خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، كما تفتتح المنتدى رفيع المستوى اللي بتنظمه مؤسسة التمويل الدولية ضمن فعاليات زيارة سيرجيو بانمتا نائب رئيس المؤسسة لمنطقة إفريقيا لمصر خلال الفترة من 11 ل 13 مايو الجاري. النهاردة هيقيم بيت الشعر العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية في 7 مساءً أمسية شعرية بمناسبة احتفال منظمة الإلكسو بيوم الشعر العربي، وده في المسرح الصغير بدار الأوبرا. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية هيلتقي فيها الزمالك مع نهضة بركان المغربي في 10 مساءً بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.